There are 105,000 living in Al-Hawa. Of course, including around 7,000 to 9,000 from PRS, those who fled from Syria. The area extent of 1.5 square kilometer. The camps surrounded of army checkpoints. Passing to the camp is very difficult. Each time they add some more procedures because of security reasons. So it became exactly a big prison. 105,000 live in big prison. في نحنا هون خمس أشخاص، زوجي وأنا وصبي وبنتين. حياتنا هذيك كئيبة شوي. أنا بعاني هيك شوي من الاكتئاب، يعني أوقات ما بيكون إلي خلق أشتغل ولا أروح ولا أجي، يعني بسهر بالليل مثل ما بقولوا، وبحاول أن يعني بقفل حالي الباب وبنام. أنا كنت عايشة ببيت غير هون، وكانت حياتي غير هيك، يعني عن جد كنت نشيطة، كان البيت أحلى، كنت مبسوطة فيه، بس أنا هذا البيت ما مبسوطة فيه. وقتها زوجي مرض وقعد 4 أشهر بالفرشة، فما قدرنا ندفع أجار البيت. كل واحد عنده مشاكل، بحس إنه من الضغوطات النفسية والضغوطات الاجتماعية ما بحبوا حدا. أو يمكن الفقر، أنا واحدة من الناس إنه الفقر ما بحب حدا يجي يتفرج على بيتي، لأن كوني إنه أقل من الناس مثلا، يمكن هذا الشيء سبب. وبعدين انا بحب اروح على الناشط، لانه الناشط بتطلعنا مثلا على الجنان، بتطلعنا على، فبحب اروح على يعني اغير جو مثل ما بقولوا. انا يعني مثل ما بقولوا منفس الوحيد هي ناشط، وبعض المحاضرات باماكن تانية، غير انه بنلتقي بالنسوان، انه هناك بيكونوا انه النسوان يعني بيحبوا بعض. مثلا انه بنتعرف على اشخاص هن بيكونوا عشرين اجتماعيين، نحن هون الجيران قليلين ما هن اجتماعيين، ما في حدا بيفوت على حدا. حتى لو حاولت انه انا افرض حالي عليهم ما بيتقبلوا هالشي. في سبب رئيسي كمان بحب اقول لها اياه، انه انا بيعتبروني انه انا منفتحه على المجتمع زياده. المراه الشرقيه انه يعني لازم ما تقلل طلعات لبرا، او مثلا لازم انه ما تكون منفتحه على المجتمع، فانا بشوفوا انه وحده مثل منفتحه على المجتمع فبيحاولوا ياخذوا زاويه منها. في عندي جار اللي فوق انه يعني شوي صبي وبعده هيك شوي دمه حامي، على طول بتهجم علينا، فانا على طول بخاف. انا بخاف منهن وبخاف عليه، يعني انا بخاف انه مثلا ابني يجذبوه. هن مش كجماعه اسلاميه، في هون المخيم في منهم مثلا بيتعاطوا او مثلا مش مناح. انا مش عم بحكي عن الجماعه الاسلاميه او المثلوبين، بحكي عن الاولاد اللي هلا طالعين، كونهم انه ما يعني عقلهم مش بعد ما مدركين شو عم يعملوا. لا يمكن كانت احسن، كانوا انه مثلا مثل ما تقولوا ما بعرف، كانوا قبل زمان العصبي ماسك زمام الامور، مثلا كان مجموعه من الاشخاص ماسكين زمام الامور، يعني اذا رحت اشتكيت لهم انه في فلان عم يضايقني فيروحوا يجيبوه يضربوه مثلا او يحكوا معه، فما يستشعر. هلا انا بشوف انه الامور فلتت، وكل واحد عايش على هواه، والقوي بياكل الضيف، ويعني ما بعرف. You know we live in a hot area, in a hot region. We can't avoid the situation in Syria and the situation and the complicated situation in Lebanon. The reflection, we have a direct reflection between Palestinians. Also in the Palestinian, we have a division between pro and pre-Syria, the regime of Syria. Here also we have the same division, pro or pre-Hezbollah and the Islamic movement. Here there is no stability, there is no security. Also always instability and security, more in addition to dignity and fair of your life. If there is no control and direct intervention, it will become clashes. We witnessed 3 to 5 days of strong clashes in the area between extremists and Fatah organization. So this can happen at any time.
Dream play big role in Nashat work since the beginning. Dream lead us. We give them an example that there is another way. There is many things can do except going to be as a terrorist. Sometimes we face them, you know. We face them in a popular conference. We criticize them strongly. As I said, the voice of Nashat more heard now in all frames, political frames, security frames, popular frames, NGO frames. We are trying to educate our beneficiaries of better life, how to work, how to think right. There are many programs in Nashat. They make their workshops, make their roadmap to work to the benefit of youth, to launch their initiative to the youth and to the society. Now youth can make their initiative and implement it in the camp without any kind of veto. They are more here now because of years of struggle. We ask the representatives of youth to come and to discuss all things of the camp. If you talk about the drug addicting, let us discuss. If you are talking about massive weapons, let us come and discuss what is the impact of the weapons, negative impact of the weapons upon the civilians or upon the youth. And what we can do, how we can organize campaign against massive weapons. Youth, Nashat youth made many activities this year against weapons, and this was an exceptional work. We have also Palestinian Girls Club. This was found to make a safe place for girls. Exactly, girls. And we have Basmet Amal, Smile Hope, giving service to children of PRS. It's also how to have a safe place where the girls of PRS can come and get educational support, to do recreational activities, to integrate with the other, with their counter of Palestinian, local Palestinian. So you can see they're getting also lessons of computers, English, and etc.